حبيت اليوم أعلمكم في التجارة. التجارة خوب إنسان من يتاجر يقول لك ربح له 30% 20% 50% ربح بالتجارة مالته، أو مرات يقول لك خسر. أنا أريد أعلمكم تجارة تربحون 5000%، يعني أصلاً هاي التجارة تدر عليك أضعاف رأس المال. شنو يا دكتور؟ إحنا كل شغل نقوم به، كل عمل نقوم به يقطع جزء من عمرنا، صحيح لو لا؟ يعني لو قاعد تجي قدام التلفزيون تفرج التلفزيون، يعني 5 ساعات ضاع من عمرك. لو نمت 8 ساعات، 8 ساعات راح من عمرك. لو رحت للتسوق راح تشتري، راح طبيت بمول 4 ساعات طولت، 4 ساعات نقص من عمرك. سهل علمك الشيء اللي يزيد عمرك، ما يقل، لا ما يقل، يزيد. أعزائي شنو هذا الشيء؟ عزورة هاي دكتور؟ لا والله أريد أقول لكم شنو، بس فكروا شوية شنو الشيء اللي تقوم به مكان ما ينقص من عمرك يزيد عمرك. أعزائي هذا الشيء فقط وفقط التمارين الرياضية. وياه أنا 75 سنة هسه عمري، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. لكن ممارسة الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتي، أصلا عندي برنامج خاص حتى لا يتكرر نفس الاستفادة من نفس العضلات. أبدي ثاني يوم أبدل الرياضة مالتي، أنا نوعين من الرياضة بالأسبوع أسوي، لذلك بالأسبوع أنا مرة فقط حقيقة أمرتين يتكرر عندي رياضة معينة. ليش؟ الرياضة بوية إذا تضغط على نفسك نفس الرياضة تكررها العضلات تتعب وما تحصل على فترة استراحة. أنت جبت شريط مطاط، هاي العملية سويتها، أنا أسويها 200 مرة، هاي العضلات إلى أن تعيد نفسها، أنت هواي حطمت من عضلات تحتاج إلى فترة استشفاء. فترة الاستشفاء أقل شيء 2 أو 3 أيام. أنت من تصعد جبل تحس نفسك كله مسحك، صحيح لو لا؟ من ترقض تحس نفسك كله مسحك، من تسبح سباحة تمام يعني ماكو. هذا عزيزي نشطك مرة ثانية، يعيد لك الحياة. أنا من أقوم بالرياضة أنا أحسبها هاي مو جزء من تلفات العمر، وإنما جزء يزيد العمر ويزيد السلامة ويزيد نقطة أخرى، يزيد هرمون النمو اللي بنفس الوقت هو هرمون النمو، راح يزيد هرمون السيروتونين اللي هي هرمون السعادة، لذلك تحس نفسك سعيد، تحس نفسك مصعد كآبة، تحس نفسك أنه عندك تفاؤل بالحياة. أعزائي حتى لو عمرك كبير وما فد يوم أنت لعبت رياضة، أنا أنصحك من اليوم تبلش في الرياضة.